شو الزوجة؟ شو مش تبعتني جايبني موجودة؟ شو القصة هي كلها؟ خليك واي والاسم اللي كل النهار كنت قاعد مظبوط يا سيدي. شو انا بدي اقضيها مصبح بمشي عندها؟ شو بالي شغله غيرها؟ لا تواخذنا. ما بتواخذ بعد ما صرت حكيم ما عدنا شفناه يا سيدي. ما بتسمع اللي بقول لك؟ قلبي اللي دعم الحليب بصير بينفخ على اللبان. شو ما هي حلوه بحقي قدام اهل الحاره يقولوا عم اشوف واحد مثلك؟ شو بدك في اهل الحاره ما حلو. الله يرزقك واشتغل. ما حدا عم بيقول لك لا، بس بدي اشتغل بدي ادفع حق الرخصه. رخصه شو؟ بني ادم، اي بني ادم بيشتغل محل دكانه بده يدفع حق الرخصه. يا مين؟ لعلنا للحكومه. شو الحكي هاد سيدي؟ ليش بدنا ندفع حق الرخصه؟ ما معي بني ادم. يا بتدفع يا بسكر لك. بالله شو؟ انا قلت لك شو؟ يا بتدفع لي رخصه المخفر يا بسكر لك يا سيدي. ما معي انا ليه بدي شيء؟ بس ما لحقت اشتغل شيء. منسكر لك معناها. شو؟ لا سيدي خذ واعطي شيء دبر سيدي. انت ابو جودات بتدبر ابو ادم. يا بتدفع يا بنزلك. ما له فكه. لا سيدي كان هيك ندفع. وشدي. منشدي مو لابط. مو لابط يا ابو جودات لابط. شندي. لابط ما هي شندك.